ازيكم، ايه الاخبار؟ احنا هنبدأ دلوقتي، وبعد كده لو حد هيجوين احنا هنقول introduction كده في الاول، وبعدين نشوف لو حد عنده اسئلة او حاجة. انا هعرفكم بنفسي الاول، وبعد كده هبدأ اعرفكم ايه هو الجيرمان او ليفل، عبارة عن ايه، وليه اختار الجيرمان وليه ما اختارش مثلا حاجة تانية مكانه. وهنتكلم برضو في ان انا ممكن اخده في جون ولا في نوفمبر، ايه اللي احسن. طب لو انا ما خدتش جيرمان قبل كده، الاسئلة كلها اللي احنا بتدور في دماغنا. وهسيب برضو في النهاية وقت لو حد محتاج ان هو يسأل في اي حاجة. ففي الاول هعرفكم بنفسي، انا اسمي فرومي رول، انا بدرس جيرمان او ليفل بقالي 13 سنة تمام، فهنا في مصر، لو في حد يعني من بره مصر بيتكلم. وهعرفكم النهارده على كل حاجه بقى، عن ايه هختار جيرمان، وعن الامتحان نفسه، وعن كل حاجه. وفي النهايه لو حد عنده اي استفسار، في ان انت تسال في اي حاجه انت محتاج تعرف. فانا في البدايه هشير معاكم كده برزنتيشن هنبص فيها مع بعض، وبعد كده هنتعرف على الامتحان جزء جزء تمام. دلوقتي احنا هنتكلم مع بعض شويه عن الاي جي سي اس اي جيرمان، اللي هو جيرمان از ا فورين لانجويج. فهنشوف مع بعض كده شويه حاجات واسئله بتدور في دماغنا عن الجيرمان. فاول حاجه، انا ليه ممكن افكر ان انا اختار الجيرمان؟ الجيرمان يا جماعه اللي احنا بندرسه كماده اي جي، ده ناس كتير بيبقى عندها مشكله ان هي بتقارنه بالانجلش، ان هو لانجوج بقى. فانا مثلا عندي في الانجلش مشكله معينه، او الرايتنج بيجي لي صعب شويه، او مش بعرف اكتب افكار كفايه. فانا عايزه بس اصحح نقطه، ان احنا مش بنقارنه بالانجلش، لان احنا الجيرمان بندرسه as a foreign language. foreign language يعني third language، مش زي الانجلش اللي هو بتدرسه ك second language تمام. foreign language يعني انت بس بيعلمك ان انت to be able to communicate، بيعرفك ان انت لما اجي اسافر اعرف اتعامل في الديلي لايف بتاعتي، يبقى عندي المعلومات الكافيه ان انا اعرف اتكلمها باللغه دي. السيلبس بتاعنا، المنهج بتاعنا محدد، هم 5 توبيك ارياز، 5 يونتس. الفايف يونتس دول هعرضهم عليكم دلوقتي، كلهم هتشوفوهم انهم من الديلي لايف، كلهم من الحياه بتاعتنا بتاعت كل يوم. يعني مش هتلاقي حاجه مثلا تسال فيها في الامتحان انت ما عندكش فيها معلومات، او ما عندكش فكره ممكن تجاوب عنها ازاي. الفكره بقى، الميزه عندنا ان الفايف توبكس دول هم اللي هيجي منهم الامتحان كله، كل اسئله الامتحانات في كل البيبرز هتيجي من التوبكس دي. يعني مش هتيجي مثلا في الرايتنج يجي لك توبك انت اول مره بتشوفه في حياتك، مش هيجي لك تكتب عن حاجه انت ما عندكش عنها فكره ولا عندك الفوكاب بتاعها، سواء رايتنج، ليسننج، سبيكينج، او ريدنج. ودلوقتي احنا هنتطرق اكتر بعد كده للامتحان بالظبط عن ايه. كل حاجه من دول هتجيلك من اللي انت درسته، مش هيجيلك اي حاجه من بره. فلو انت عارف الفوكاب بتاعه الدرس ده ومتمرن عليه، هتعرف تحل اي سؤال تمام. طيب برضو في حاجه عايزه اقولها، غير ان انا ادرس الدويتش كماده اي جي، وان انا اقدر اجيب فيها سكور كويس او كده. دلوقتي طبعا كتير منكم وبتشوفوا زمايلكم كتير بيفكر ان هو يسافر يدرس في المانيا، بياخد سكولرشيب في المانيا، لان التعليم هناك تقريبا فري، ما تدفعش حاجه خالص يعني. طب انا عشان اسافر المانيا، غير ان انا بيبقى مطلوب مني بقى اي ليفلز تمام، وبيطلب مني مستوى معين في اللغه. فبتلاقي ناس كتيره ده قابلتني مع اولاد كتير، ان هو ما خدش الجيرمان بقى في الاي جي، وجي خلص المواد بتاعته ولقى ان هو لازم يوصل لليفل مثلا بي 2 في الجيرمان. فبيجي في ساعتها في سنه ولا في كام شهر يبقى عايز يخلص كل ده عشان يلحق يروح الجامعه بتاعته، ده غير بقى طبعا مواد الاي جي بتاعته. طب احنا ليه ما بنفكرش ان احنا ندرس الالماني كمادة O level ونخلص جزء كبير من اللانجوج اللي مطلوبة مننا؟ يعني احنا الدويتش بتاعنا اللي هو الجيرمان O level ما يوازي في الليفلات بتاعة جوتا، اللي هو ارتس باي الـ A2 او بداية الـ B1، بداية الـ B1. فانت بتخلص اكتر من نص الجزء اللي انت محتاج تدرسه في المادة. فانا يعني بفكر ان احنا، في ناس بتفكر كده ان انا يعني اضرب عصفورين بحجر، ان انا الحاجة الاولانية انا خدت مادة وهعرف ان انا ان شاء الله اجيب فيها سكور كويس ببساطه. والفكره الثانيه ان انا عايز اروح المانيا، فبدل ما اروح معهد جوته لا واخد مصاريف قد كده، بيبقى مصاريف كتيره جدا وبياخد مني وقت كتير جدا. طب ما انا اخلص جزء منه على قد ما اقدر في المدرسه في الماده بتاعتي، وبعد كده بقى لو هكمل ليفل ولا حاجه مش مشكله. فدي برضو فكره ناس كتير بتفكر فيها، ان هي تخلص جزء كبير من اللغه تمام. طيب بعد كده
ده اللي انا عايزه اعرضه لكم، التوبيك اريز اللي كنت بتكلم عليها من شويه، المواضيع اللي انا بتسال عليها في الامتحان، المواضيع اللي انا بدرسها كلها نديلي لايف. يعني اول توبيك هندرسه الافري داي اكتيفيتيز، يعني هتكلم انا بعمل ايه، بصحى امتى، بنام امتى، باكل ايه، بشرب ايه، الحاجات اللي بعملها كل يوم. تاني توبيك البيرسونال والسوشيال لايف، اللي هو بتكلم عن نفسي بقى، عن عيلتي، البيتس اللي معايا، اصحابي، بعمل ايه في الفري تايم بتاعي. بعد كده the world around us، العالم اللي حوالينا، يعني هدرس ازاي اوصف بيتي، المكان اللي انا عايش فيه، طب والبلد اللي انا عايش فيها الجو فيها عامل ازاي، ازاي اوصف الطريق لحد، ازاي اسال على transportation مثلا. تمام. بعد كده the world of work، بندرس جزء عن المدرسه، بعرف ازاي اتكلم عن المدرسه بتاعتي، بدرس مواد ايه في المدرسه، ايه المواد اللي بحبها مش بحبها. وبعد كده الشغل، نفسي اطلع اشتغل ايه في المستقبل، طيب انا بعمل مثلا تريننج في الصيف ولا مش بعمل. بعد كده الانترناشنال وورلد بقى، بنتكلم على السفر، على الاجازه، على ان انا باكل ايه لما بروح الاجازه، بقعد فين، كلها حاجات بيزك جدا. يعني انا مش مطلوب مني ان اتعمق قوي في كل توبيك من دول، كلها حاجات بيزك جدا، بعرف الحاجات البسيطه خالص. ودلوقتي برضو لما هعرض عليكم الامتحانات هتشوفوا ان حتى في الرايتنج بيسالك في حاجات بيزك جدا، بتعمل ايه مع عيلتك في الاجازه، طب انت هتعمل ايه الاجازه اللي جايه. فالفكره كلها ان كل المواضيع من حياتنا اللي بنعيشها كلنا، عندنا اصحاب وعندنا بيت وبناكل وبنشرب وبنروح اجازه وعندنا فري تايم وبنروح المدرسه. فمش هتلاقي توبيك معين انت ما عندكش فيه افكار فتقدر ان انت تكتب او تتكلم عنه، كل الافكار هتبقى في دماغك، مجرد ما ان انت بس بنبقى عارفين الفوكاب بتاع الدروس دي. واحنا طبعا طبعا الكي وورد عندنا فوكاب، فانت بعد كل درس بتخلصه بناخد كل حصه شويه فوكاب بنذاكرها، وتاني مره بنتاكد ان احنا في بدايه الحصه بنتاكد ان احنا لسه فاكرينها. الفوكاب دي هتحل لك تو بيبرز اللي هما الليسننج والريدنج، هنجي لهم دلوقتي ونشوف ان انت معتمد توتالي على الفوكاب. طيب بعد كده برضو في ناس بتفكر انها بتروح الجي او سي، وكتير منكم بيخش الجي او سي، بس في معلومه تايهه عن ناس كتير وولاد كتير قوي من اللي كانوا معايا وعرفوا المعلومه دي ودخلوا الجي او سي، فقال لك انت ريحتينا كتير جدا بالمعلومه دي. ايه بقى الفكره؟ ان انت عشان تدرس في الجي او سي انت طبعا بتدرس الميجور بتاعك بقى، هندسه، صيدله، بيزنس، ايا كان، بالانجلش طبعا، الدراسه هناك بالانجلش، بس بيشرط عليك ان انت لازم تدرس 4 ليفلز 4 سمستر جيرمان لانجويج. تمام. ومش هتتخرج ولا هيديك شهادتك الا لما تكون مخلص الليفلز بتاعه الجيرمان دي، بتعلم فيها الجيرمان برضو از فورين لانجويج، بيعلمك اللغه نفسها، ولازم تاخد الامتحانات دي تعديها قبل ما تخلص الجامعه. فانت لو انت خدت الجيرمان قبل كده او عندك اي جيرمان باك جراوند، بتعمل في الجامعه قبل ما بتقدم، يعني قبل ما تخش بليسمنت تحديد مستوى، وبتمتحن بتشوف انت عارف ايه ومش عارف ايه. موست بروبابلي يعني انت ممكن تعدي الفور ليفلز، يعني الناس اللي كانت بتدرس قبل كده الجيرمان او ليفل وكان مستواها افريج، يعني عايز اقول لكم ما كانش يعني الطالب الممتاز، دخلوا على الليفل الثالث وفي ناس دخلت على الليفل الرابع. فانا ممكن اول سنه اريح خالص من موضوع اللغه ده، هلاقي اصحابي كلهم اللي ما يعرفوش الجيرمان محتاسين بقى، يا ربي هو انا بدرس الصيدله ولا الهندسه ومركز في دراستي، ولا انا لسه كمان اتعلم لغه جديده. فانت اول سنه دايما بتبقى الدنيا ملخبطه على تتعود على حياه جديده وسيستم جديد، فلو انت شلت من على دماغك هاسل ان انا بتعلم لغه جديده على الاقل في اول سنه او اول سنه والسمستر اللي بعده، ويبقى لك سمستر واحد، فدي فعلا ميزه كبيره جدا، لان ولاد كتير بتكونتاكت معايا ان هو مش عارف يطلع من الجامعه عشان ما خلصش الجيرمان بتاعه. هو الجيرمان بتاع الجامعه بيبقى اعبط واسهل بكتير من اللي انت درسته كمان في الاولاب، فهتلاقي الدنيا بالنسبه لك سهله جدا. وبرضو عايزه اقول ان في ولاد بتدور انها تخش كليات تدرس لغه زي ألسن مثلا. ألسن بتشرط ان انت لازم يكون عندك فورين لانجويج، درست فورين لانجويج اذا كان بقى فرنش جيرمان. تمام. وبرضه طبعا احنا كلنا متابعين دلوقتي بتشوفوا اعلانات الشغل كتير، وان الجيرمان لانجويج مش ناس كتير تعرفها، فليها مجالات شغل كتير. يعني عايزه اقول لكم كمان في طلبه بتشتغل من وهي لسه في الجامعه، بيشتغل فروم هوم او بيشتغل بارت تايم وبيقبضوا سالاريز كويسه جدا لو انت عندك جيرمان لانجويج. فانا يعني الفكره ان هي مش بس ماده، هي كمان از لانجويج هتفيدك في حاجات كتيره جدا. والله سافرت في اجازه، سافرت شغل، سافرت تدرس، كل ده هيفرق معاك. طيب بعد كده بقى عايزه اقول حاجه كمان، مش عارفه انتوا عارفين كده ولا لا، بس الويب سايت بتاع كامبريدج اللي هو cie.com عليها بينزل بعد كل سيشن ستاتستيك، احصائيه لكل المواد اللي اتاخدت في السيشن دي، والبرسنتج لكل نسبه فيها، كل ماده يعني كام اي ستار فيها، كام واحد جاب فوق الاي، كام واحد جاب فوق البي. فالجيرمان لو تبصوا عليها، يعني عايزه اقول لكم لما نخلص السيشن ان شاء الله
افتحوا الاستاتستكس بتاعت كامبريدج ستاتستكس، هتلاقوها وبصوا عليها في كل المواد مش بس الجيرمان. يعني لو انت محتار مثلا انا بفكر اخد ماده كذا بس انا مش عارف هي الماده دي الناس بتجيب فيها سكور كويس ولا لا، بص على الحاجات السيرتيفايد اللي كامبريدج حطاها، مش لازم اقعد اسمع لكلام ده وده، انت بص بنفسك وشوف الحقيقه. فلو دخلتوا على الويب سايت اللي بقوله لكم ده الستاتستكس، هتلاقوا ان الجيرمان من اعلى المواد اللي بيتجاب فيها سكور عالي، انتوا هتشوفوها بنفسكم. زي ما انا كاتبه قدامكم مثلا في 2016 السكسس ريت اللي نجح، نسبه الناس اللي دخلت ونجحوا كان 94.5 نجح. الناس اللي جابت A or above A أو A star كانوا 70%، الناس اللي جابت A star كانت تقريباً 47%، ونفس الكلام تقريباً النسب واحدة في 2018 17 19 هتلاقوا النسب almost واحدة، يعني أقل حاجة فيهم كانت 40.8% جاب A star من اللي دخل الامتحان. فهو من السهل جداً أنا أجيب فيه سكور كويس لو أنا عملت مجهود ومش محتاج مني المجهود اللي انا افضل فاضي مفرغ نفسي اليوم كله ليه. يعني انت ممكن تاخده جنب ماده ثانيه، ماده لطيفه هتعرف تذاكر فيها كويس. تمام. طيب بعد كده زي ما قلت لكم من شويه ان السيلبس بتاعتنا متقسمه ل 5 توبيك ارياز، 5 ليسنز، 5 يونتس كلها من الديلي لايف. طيب ال 5 يونتس دول بمتحن فيهم على 4 بيبرز: ريدنج، رايتنج، ليسننج، وسبيكينج. برضه في ولاد بتقول لا اصل انا مش هختار جيرمان علشان خاطر هو الامتحانات بتاعته كتيره. هو اللي انا عايزه افهمه لكم هو ميزه مش عيب ان انا بمتحن 4 بيبرز. ليه بقى؟ لان الويت بتاع كل بيبر منهم بيقل، كل بيبر منهم الويت بتاعها 25%، كل ورقه منهم زي الثانيه. فلو انا عندي ويكنس في حاجه معينه او تعبت في الامتحان ده مثلا وقت امتحان الريدنج تعبت الصبح فما عرفتش اركز فما حلتش كويس في الامتحان، او مثلا في ناس بتقولي اصل انا بتانك في السبيكنج او بقلق فانا عملت مش كويس، فانت حتى لو عملت في بيبر معينه عندك فيها مشكله او حصل لك يوم الامتحان مشكله ما او كده، انت ستيل بتضمن ان انت بتجيب درجه كويسه لانك ما ضيعتش جزء كبير من الامتحان. غير مواد ثانيه بتبقى 2 بيبرز ولا 3 بيبرز، يعني لو 2 بيبرز وانت عملت وحش بيبر منهم فانت اول مستخسرت نص الدرجه، فدي برضو ميزه كويسه عندنا. يعني ده اللي انا عايزه بقى اوريه لكم، كل امتحان ايه بيبرز درجاته كام ووقته ايه. اول حاجه عندنا بيبر 1 دي هي الليسن، دي وقتها 45 دقيقه. كل الامتحانات يا جماعه بتتقسم لثلاثه سيكشن، سيكشن 1 و 2 و 3. بتبدا بالحاجات البسيطه خالص، يعني انا هوريكم دلوقتي امتحانات هتلاقوا ان سكشن 1 ده يعني ايه يا جماعه، انتوا كامبريدج بيدينا هديه، كله صور، حاجات بسيطه جدا. فبتبدا بحاجات بسيطه بحيث ان انت حتى لو مش مذاكر ما تتصدمش اول ما تخش تلاقي حاجه كده في وشك انا مش عارف احلها، وطبعا بتتدرج بعد كده بس احنا بنبراكتس الكلام ده عليه من دي 1. احنا بنعمل براكتس ازاي بحل وازاي بتمرن على الاسئله دي. يعني في البيبر 1 الليسننج كل جزء منهم ب 15 درجه فهي ب 45 درجه. بيبر 2 اللي هي الريدنج نفس الكلام برضو بس دي وقتها ساعه وبرضو 15 درجه على 3 سيكشنز. طيب بيبر 3 اللي شويه الناس بتقلق منها علشان خاطر هو سبيكنج وانا بقى مش متعود ان انا اقف قدام حد واتكلم، طب يا ترى هيسالني في حاجه ما اعرفهاش. بصوا هو انا مش هكذب عليكم، هو طبعا شويه انا مقدره ان انتوا تبقوا قلقانين عشان خاطر انا ببقى فيس تو فيس غير ان انا بتعامل مع ورقه الامتحان وخلاص. بس اللي انا عايزه اقوله ان احنا خلاص يعني الناس اللي امتحنت انجلش اوكسفورد انتوا عملتوا سبيكنج فتعودنا شويه على الموضوع ده. بلس ان انت الميزه في السبيكنج ان انت تقريبا هو بري ليرند، انت داخل عارف ومجهز هتمتحن في ايه، مش بتتفاجئ باي حاجه جديده في الامتحان. بالعكس يعني انا دايما بحس ان السبيكنج ده او الولاد لما بيتمرنوا شويه كتير بيحس ان هو خلاص ده ابسط حاجه، انا داخل عارف هقول ايه فانا مش هتفاجئ بحاجه. عندنا اول جزء في السبيكنج بيبقى رول بلاي كونفرسيشن، بتجهز كونفرسيشن، بيدي لك ورقه فيها كونفرسيشن وبتقعد تجهزها ربع ساعه وبعد كده بتخش تمتحن فيها. هوريها لكم كمان شويه لما نقلب في الامتحانات هتلاقوا ان هم كلهم لو عندك باست بيبرز وبصيت فيها او بصيت النهارده بعد ما خلصت فتحت الباست بيبرز هتلاقي كلهم متكررين كلهم بنفس الشكل. بيجيب لنا سيتويشن وانا بعمل الدور في سيتويشن كانك انت مثلا انت في الريستورانت والمدرس ده الجارسون وبيبقى قدامك الطلبات اللي انت بتقولها له. يعني هيقول لك اول حاجه قول له جود مورنينج، فانا هقول له جود مورنينج، قلت جود مورنينج بس انا خدت الدرجه. قول له انت عايز تشرب ايه، فانا هقول له
كولا بليز، عايز كولا، هتاخد الدرجة. فهو بيبقى كاتب لك في الورقة اللي انت هتقوله بالضبط، وده احنا هنتمرن عليه في الباست بيبرز كتير جدا، وهتخش الامتحان هتلاقيه بنفس الشكل، بنفس الاسئله، بنفس كل حاجه. الجزء الثاني topic conversation، ده عباره عن ايه بقى؟ احنا بعد ما نيجي نخلص الدروس بتاعتنا هتلاقي ان كل واحد فيكم حابب درس معين، شايف ان الدرس ده بالنسبه له سهل، فهنختار درس من الدروس اللي عندنا دي كلها، وهتختار ان انت تتكلم فيه، هنعمل عنه presentation، هنكتب عنه presentation. طبعا انا بساعدكم فيه، بنقولها من دقيقه لدقيقتين، تمام؟ بنكتبها مع بعض وبتمرن عليها طول السيشن، انا بقعد اتمرن عليها وبجهز ليها الكلام بتاعها وبنسمعه جزء جزء وبنبقى حافظين. بخش الامتحان، التيتشر اللي بيمتحنني الاكزامينر معه الكوبي من اللي انا بقوله ده، يعني انا مثلا مش بسبميت الكوبي دي قبل الامتحان عشان الاكزامينر يشوف انا بقول صح ولا غلط، لا، هو هيقول لك ايه هو التوبيك بتاعك، فانت هتقول له مثلا التوبيك بتاعي سبورت، هيقول لك اتفضل قول، فانت هتقول اللي انت مذاكره وحافظه طول السنه. ايفن لو انا في الامتحان نسيت حته مش مشكله، هو مش معايا ورقه بيسمع لك منها، بدلت حته مكان حته عادي خالص، انت اللي هتقوله له هو اللي هيسمعه منك في الامتحان. طيب بعد ما خلصت الكلام بتاعي ده هيبدا يسالني سؤالين ثلاثه في اللي انا اتكلمت فيه ده، وبرده الاسئله دي احنا بنبقى مجهزينها من ساعه ما عملت التوبيك بتاعي، بجهز الاسئله بتاعته، لان انا اكيد مش هخش الامتحان وانا متاكد 100% ان انا هتسال في التوبيك ده ومش مذاكره، مش منطقي طبعا. فدي اول حاجه احنا بنذاكرها وبنضمنها كويس جدا، فانا داخل اسمع حاجه انا حافظها وبتسال في اسئله انا اوريدي مجهزها وهعملها مع التيتشر بتاعي كتير جدا. يبقى قلنا بقى الجزء الثالث ده جنرال كويستشنز. احنا زي ما قلنا ان المنهج بتاعنا 5 topics 5 units، انا اخترت واحد ان انا اتسال فيه او ان انا اقول التوبيك بتاعي. التيتشر الاكزامينر بتاعي بقى هيختار لي اني اذر 2 topics، هيسالني في اي 2 topics ثانيين. وزي ما قلت لكم احنا كل يونت هناخدها هنبقى مجهزين الفوكاب بتاعها وهنبقى مجهزين لها الاسئله والاجابات بتاعتها ومتمرنين عليها طول السيشن. فانا برضو هتسال في حاجات انا اوريدي عامل لها براكتس ومذاكرها كويس جدا ومتمرن عليها كويس جدا 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 مع التيتشر بتاعي. بيتبقى 10 درجات دول جنرال امبريشن على الامتحان كله. امبريشن بقى انا بتكلم كويس، ملتزم في الامتحان، في اسئله سبتها ولا اتكلمت، ده الامبريشن. فالامتحان بيبقى توتال 100. اللي انا عايزه اقوله ان في امتحان السبيكينج الناس مش بتموتكم في الامتحان او ان هو بيبقى مستني لك على الغلطه، بالعكس يا جماعه، احنا بيبقى مستنيين ان انت تتكلم، قول اي حاجه، اتكلم وجاوب، فبنشجع ان انت تتكلم وتجاوب، هات بقول وبعدين وعملت ايه، فانت اي حاجه بتقولها بتكاونت، والدنيا بتبقى ابسط مما تتخيله، لان انت بتخش تلاقي نفسك انت مذاكر الحاجات دي وعارفها من قبل الامتحان. اللي بيخلينا نطمن في الامتحان السبيكينج ده او نبقى مطمنه عليكم في الامتحان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا نكون عاملين براكتس كويس للسبيكينج بالذات، وانا السبيكينج بديله شهر كامل بنعمل سبيكينج بس. طب احنا لو في الاونلاين هنعمل سبيكينج ازاي؟ هنعمل اونلاين بس انديفيديوال، كل واحد لوحده، هتخش في ميتنج لوحدك مش مع الكلاس كله، هتخش في ميتنج لوحدك وهتجهز الاسئله بتاعتك وهتسالها وكانك قدامي فتح الكاميرا، فانت كانك قاعد قدامي بالظبط، بحيث ان انت لما تخش الامتحان ما تتفاجئش باي حاجه، ما تستغربش. يعني في ولاد ساعات بامتحنها يقول لي هو انا هقول ايه دلوقتي، هو المفروض اعمل ايه، فلا، هو ده مش عامل براكتس كويس. لو انت متمرن كويس هتبقى عارف بالظبط ايه بعد ايه قبل ايه، فلو انت متمرن على ده كويس ومذاكر مش هتقلق خالص. طيب اخر حاجه بيبر 4 اللي هي الرايتنج، وعايزه اقول لكم بالمناسبه لو بصيتوا عند اي حد من زمايلكم او هو بقالنا كام سنه الكومبوننت بتاعت المواد اعلى درجات بقالنا كام سنه في السبيكنج وفي الرايتنج، يعني بتلاقي الناس جايبه اعلى كومبوننت في السبيكنج وفي الرايتنج، وبرده دلوقتي لما نشوف الامتحان هقول لكم ليه. الرايتنج برضو 3 سيكشنز، اول سؤال ده بيبقى صور هوريه لكم حالا بخمس درجات، السؤال الثاني ب 15 والثالث ب 30 درجه. وخلي بالكم في الرايتنج مش بيسيب لي روبريك وانا اكتب من دماغي، لا، في الرايتنج بيديني بوليت بوينتس انا بكتب عليها، يعني انا مش بكتب من دماغي وخلاص، والرايتنج بيجي لك من التوبكس اللي انت متمرن عليها طول السنه. وعايزه اقول لكم احنا في شغلنا النهارده
في الحصة أخذنا مثلا إزاي أوصف شكلي مثلا، فأنا هاجي أديك رايتنج عليها هومورك رايتنج صغنون، فلما تيجي رايتنج مع رايتنج وبنكبره طبعا، كل ما بنخش في المنهج بنكبره، النهارده كتبت جملتين، بكرة هكتب 10، بعده هكتب 20، فبتلاقي في امتحان الرايتنج إن أنت مش بتلاقي إن في سؤال عدى عليك وأنت مش ما عملتلوش إجابة أو جاوبته وصححته معايا قبل كده. طب أنا كنت لسه من شوية بقول إن الامتحان إيكوال، إن كل واحد فيهم 25%. هي دي الرو مارك، انما بعد كده الدرجه دي بتطلع في الاخر الفاينل مارك كلهم من 50، التوتال مارك في الدويتش ب 200، بيبر 1 من 45 في الدرب فاكتور بتطلع من 50، بيبر 2 نفس الكلام. بيبر 3 فيها ميزه برضو ان هي بتتصحح من 100، بس التوتال مارك في النهايه الفاينل مارك من 50، يعني بيديفايد على 2. فانت لو انت في الامتحان نفسه جبت 90 من 100 مثلا، نقصت 10 درجات، انت في الفاينل مارك جبت 45 من 50، فهم 5 بس في النهايه. بيبر 4 هي من 50 وبتفضل من 50 زي ما هي. طيب حاجه بقى غير كده، في ناس بتسالني طب هو انا ينفع اخد الجيرمان وداوت باك جراوند؟ لو انا مش عندي باك جراوند او ما درستوش قبل كده ينفع ادرس الجيرمان لاول مره في حياتي؟ بصوا يا جماعه، الجيرمان من زمايلكم اللي درسوا ده، اللي كان بياخد فرنش طول عمره او اللي هو ما كانش فيه ولاد في السعوديه وكده، في مدارس ما بتدرسش فيه اصلا فورين لانجويج لحد جريد 9، فالناس كتير جدا اللي درست فروم سكراتش لان الموضوع بالنسبه لهم سهل، لغه بيكتسبوها بسهوله جدا، ولاد كتيره جدا جدا في نوفمبر كمان مش في جون، يعني في ولاد في نوفمبر مدته اقل من جون درسوا فروم سكراتش من الاي بي سي. في الاول طبعا هتحتاج افورت شويه ان انت تذاكر الحروف الارقام بتاع، وفي النهايه جابوا اي ستار، واي ستار عاليه، يعني انا في ولاد جابت 190 من 200 وكانوا الاول مره في حياتهم بيدرسوا الدوي خالص، وده حصل مع ولاد كتيره جدا. احنا هنبدا الحصص بتاعتنا ان شاء الله من الاي بي سي، حتى لو انت تعرف دويتش، في ناس بتعرف مثلا جيرمان لحد جريد 8 ولا جريد 9 وسابوا في 10 و11 وجاي ياخد الجيرمان في 12 فنسي السنتين دول، او ناس خدت الجيرمان في مدرستها القديمه ونقلت مدرسه ثانيه ما فيهاش جيرمان فانا سايبه بقى لي 5-6 سنين. فالفكره ان انا هبدا معاك كانك ما تعرفش جيرمان خالص، هنبدا من الاي بي سي. حتى لو انت عندك حاجه زياده، طبعا لو انت عندك باك جراوند دي هتبقى بتساعدك، اكيد هتساعدك في حاجات كتيره، ان انت يعني بتبقى الدنيا بالنسبه لك سهله، ما عندكش بقى قلق ايه ده هو انا بقول صح بنطق غلط تمام. بس لو انت ما تعرفش حاجه خالص انا كده كده هبدا من الاول من الاي بي سي. وفي ولاد كتيره قوي، يعني كان في سيشنز بنديها في ولاد عارفه الجيرمان من زمان، وفي ولاد بتاخد الجيرمان لاول مره في حياته، والمصادفه الغريبه ان اللي بياخد الجيرمان لاول مره في حياته تفوق على اللي بياخد الجيرمان بقاله 10 سنين مثلا وجاب اعلى منه. ليه؟ لان هو من الاول عارف ان هو محتاج يعمل افورت زياده شويه، او انا حابب ان انا اتعلم فبذاكر شويه زياده، فبتلاقي نفسك من الاول بادئ جد، فالدنيا بتنتهي معاك كويس. برضو في ميزه في الجيرمان، لو انتوا حد فيكم درس جيرمان حتى كبيزكس، يعني ان احنا في الجيرمان السبيلنج بتاعنا الدنيا تبقى سهله قوي، لان انت كل الحروف اللي بتكتبها بتنطقها وكل الحروف اللي بننطقها بنكتبها، فما فيش حروف سايلنت ولا حروف زياده تتكتب ولا كلام من ده خالص. فانت لو عرفت الساوند بتاع كل حرف انت تقدر تقرا او تكتب اي حاجه. اوكي طيب برضه في سؤال الناس اللي تسال طب اخد في جون ولا اخد في نوفمبر؟ بصوا هو جون وقته كتير تمام، لكن نوفمبر تركيزه اعلى، لان احنا في نوفمبر ان شاء الله لما نبدا الحصص هنبقى بندي 3 حصص في الاسبوع. فانت لما بتكثف الشغل ورا بعضه في شهرين ولا في 3 شهور وشويه، لما بتعمل كده فبتلاقي نفسك انت الموضوع مكثف في دماغك، انما في جون بتلاقي ان في ناس طب اصل انا عندي نوفمبر فهبدا بعد شهر 11، اصل انا عندي جان فهستنى شهر 1، بصي انا هلم في الترم الثاني. وبرده في جون بيبقى معاكم مواد كتير، 3-4 مواد مع الجيرمان، فمش دايما الدنيا تبقى بسيطه. انما في نوفمبر انا بشجع جدا، وعايزه اقول لكم معظم الولاد اللي خدوا في نوفمبر كانت نتائجهم احسن بكتير كمان من جون، لان هو ركز ان هو يخلص في فتره قليله وما كانش معايا مواد كتير، فنتيجة الجيرمان في نوفمبر حلوة جدا وامتحاناته لطيفة جدا، وانتوا تقدروا برضو بنفسكم تخشوا تشوفوا الامتحانات كانت عاملة ازاي. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتعرف على الامتحان ونشوف كده الاكزام بيبرز عاملة ازاي. تمام لحظة،
طيب احنا قلنا ان احنا الامتحان for papers 1 و 2 3 و 4. paper 1 دي اللي هي listening، تمام؟ وزي ما قلت لكم الامتحان بيتدرج في الصعوبه، هي listening وقتها 45 دقيقه. بصوا بتبدا بايه؟ الدرس بيبدا بصور. طبعا انا عايزه اقوله لكم ان انت بتسمع حاجه كل حاجه في الريكوردنج مرتين، وبيتكلم ببطء يا جماعه، مش زي الانجليش بيتكلم بلغه واضحه جدا، بيتكلم ببطء عشان انت تبقى مفسر انت بتقول او بتسمع ايه. واللي انا عايزه اقوله ان الدنيا الاجابات ما تبقاش لفه ودايره وبتاع، يعني هو عايز يقول لك الساعه 8 وربع هيقول 8 وربع بس، مش زي يعني في الانجليش ساعات يقول لك انا هصحى 10 بس 9 ونص ده هيكون بدري فانا هروح الساعه 7 مثلا. لا هو مش كده خالص، هو الاجابه اللي بيقولها لك هي الكلمه اللي تسمعها هي اللي بتجاوبها. فلو خدتوا بالكم، هو انا عايزه اسال حد فينا من الناس اللي موجود درس جيرمان قبل كده؟ انا تمام. أنا كمان. تمام. فلو الناس يعني اللي مش عارف جيرمان، طبعا احنا هنتعلم ده البدايات دي، بس لو انت عارف جيرمان بص على الحاجات دي وشوف انت بالنسبه لك الليفل بتاع الكلام ده هيبقى ايه. فبصوا كده في اول سؤال مثلا بيقول لنا ان راينر فيل ايفون انفورمير، يعني عاوز يعرفها اون في فيل اوا بيجنت در اون تاريخ، الدراسه بتبدا الساعه كام. فطبعاً الساعة دي أول درس هندرسه خالص لما أعرف نفسي وديني روتين بتاعي هنعرف إزاي نقول الساعة. فهتلاقي نفسك بتجاوب الساعة إيه اللي حصل، كلها صور هنا مثلاً بس هدش هير بيترز جيبهاخن، إيه اللي اتكسر، هناخد أكيد البادي بورتس، المواد هبعلم على المادة اللي بيتر بيدرسها، إيه الفكرة اللي جات لهم، هيعملوا إيه، كلها صور، واحدة بتغني ولا بترقص ولا عايشة فين. كل اللي أنا عايز أقوله لكم إن الجزء ده سهل جداً، ده ABC German. فأنت برضو عايز أقول لكم إن الصور دي هي المنهج، يعني إحنا هندرس الساعة، هندرس المواد، هندرس البيوت، هو ده الفوكاب البيزك بتاع الدروس الأولانية بتاعتنا، تمام؟ بعد كده ببدأ إن أنا بسمع information وبكتب، يا إما بعلم على الإجابة صح يا إما بكتب رقم كلمة. فمثلا هنا رقم 9 دي شتات زياد ام هيابس يارالت يعني years old، فانا بسمع رقم، والله كتبته ارقام، كتبته بالحروف، كله صح. وعايزه اقول لكم على معلومه مهمه قوي في البيبر بتاعت الليسننج دي، بيبر 1 يا جماعه مش بيحاسبك على السبيلنج ميستيكس ولا على الجرامر ميستيكس. يعني لو انا كتبت الكلمه الساوند بتاعها صح بس السبيلنج مش مظبوط وما هياش طبعا معنى كلمه ثانيه بيحسبها لي صح. موتا مثلا كتبتها بالاو مش باليو هيحسبها لي صح، طالما هو قراها والساوند بتاعها صح هيحسبها لك صح. فمش بيحاسبك ولا على جرامر ميستيكس ولا على السبيلنج ميستيكس، فحتى لو انت سمعت الكلمه وكتبتها كده زي ما سمعتها هتحسب لك صح. لان انا لسه بقول لكم ان في الجيرمن اللي بنسمعه بنكتبه واللي بنكتبه بنقراه يعني، فهي ما فيهاش حروف سايلنت، فالموضوع بالنسبه لكم هيبقى لطيف. بعلم في انهي اسبوع، ايه الحيوان اللي هاخده معايا، كلها صور او زي ما بقول لكم كده. ده كده الجزء الاول. بنيجي للجزء الثاني، بسمع اربعه بيتكلموا وبيقول طبعا اسم كل واحد منهم وبيعرفك هما بيتكلموا عن ايه. يعني هو هنا كتب لنا ان هما بيتكلموا عن التيمه فونن. فونن يعني حد عارف يعني ايه فونن؟ تو ليف العيش، عن السكن. فكل واحد فيهم بيقول هو عايش فين. طب انا مطلوب مني ايه يا جماعه؟ انا مطلوب مني زي ما هو موجود عندكم كده هنا ان انا اعلم على 6 بوكسز صح، يعني الجمله الصح بس اللي انا بعمل عليها تيك. فانا ببدا ان هنا مش صوت قاطع. اتعلم على 6 جمل بس من الموجودين. وبرضه بتبقى الحاجات زي ما بقول لكم بيزك، يعني يوديث فونونج اس ان ادج شوس، الشقه في الدور الارضي. زي هات ايجنت سمر، عندها اوضه. زي جيت اوفت اوس، بتخرج. ام فايندت سو بيزوخن. فطبعا احنا عندنا هنا 4، فمش بلاقي حد عنده كله صح او كله غلط، بتلاقي كل واحد منهم واحده او 2 صح، تمام؟ فانا بس كل اللي بعمله انا بتك
قدام الجملة الصح، محتاجة تك على ستها بس. طيب بعد كده، بعد كده بيجي لي جزء جملة فيها كلمة مشطوبة. أنا مطلوب مني إن أنا الكلمة المشطوبة دي بس هي اللي بصحح، تمام؟ بكتب كلمة واحدة بس مش بصحح الجملة. طب حد هيسألني طب يا ترى بقى الكلمة دي هتبقى ريليتد للكلمة اللي موجودة؟ آه هي ريليتد للكلمة اللي موجودة، يعني مثلا في رقم 19 دي بيقولي دي فاميليا ist 2016 zum ersten Mal geflogen. العيلة أول مرة تسافر كان سنة 2016، يبقى أنا الكلمة اللي هسمعها رقم برضو سنة، فأنا مستني أسمع سنة زي 2016. اللي قبليها مثلا زي موستن زخن ثم شبيلن متنيمن، هياخدوا معهم حاجات يلعبوا بيها، فلا أنا محتاج حاجة تانية فيرب تاني للأكل للشرب للنوم، تمام؟ آخر واحدة مثلا إن شبانيان في أسبانيا إس دي فاميليا مدنسوك جفارن، العيلة سافرت بالقطر، فأنا مش مستني أسمع أي حاجة غير وسيلة مواصلات بالأوتوبيس بالعربية بقى بالطيارة. فأنا مطلوب هني هنا أكتب كلمة واحدة بس اللي هي الكلمة المشطوبة دي بصححها وخلاص، تمام. الجزء الثاني من السؤال بقى هنا هبدأ شوية إن أنا أكتب، بس خلي بالكم في حاجة، الأسئلة دي مش مطلوب منك إن أنت تكتب full sentence، ولا مطلوب منك إن أنت تريفريز الكلام اللي سمعته. يعني لو أنا سمعت الكلام وكتبته زي ما هو صح، لو أنا كتبته بطريقتي صح برضو، لو أنا كتبته بمعنى تاني اللي هي synonyms، لو أنا عارف الكلمة دي بس بمعنى تاني أبسط، اكتبها بأي طريقة، اكتب اللي فهمته، اكتب اللي اسألك بالضبط، اكتب ممكن الجملة تبقى كلمة واحدة بس الإجابة والكلمة دي صح، فأنت مش لازم تملى السطر كله إجابة. يعني ممكن تبقى مثلا في كومت غالف اندي شولة، غالف بيروح المدرسة ازاي، لو قلت له بالعربية صح خلاص، مش لازم أقول غالف بيروح كل يوم بالعربية، تمام؟ فهي هنا ده من الأسئلة انتوا هتحسها ايه ده، هو انا هكتب بس، هو الميزة هنا ان انت اي حاجة تكتبها تبقى صح، كتبت الجملة كاملة تمام، كتبت جملة قصيرة تمام، كتبتها بطريقتك اوكي، كتبتها زي ما سمعتها بالظبط اوكي برضو، وبرضو ما بنحسبش على spelling mistakes ولا على grammar mistakes، تمام. اخر جزء بقى خالص الgrader file، انتوا لو ملاحظين هتلاقي الامتحان شويه بيتدرج في الصعوبه، بدا بالصور، بدا بعد كده بكتب كلمه، بعد كده هبدا اكتب جمل، بحيث ان هو كل الناس تعرف تحل، الشاطر يحل واللي نص نص يحل. بس اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا ان شاء الله احنا هنشتغل على الكلاس بيبرز من اول اسبوع، احنا بس هنخلص البيزكس اللي هي الارقام والحروف والكلام ده، وده في المنهج اصلا، يعني في المنهج بتاعنا بيبدا بان انا اعرف نفسي واسمك ايه والكلام ده، وبعد كده هتلاقينا ان احنا بنتمرن على طول حل من اول يوم، بحيث ان انت كل ما تحل اكتر كل ما في الامتحان الدنيا كتبس. بعد كده بيجي انترفيو وبتعلم على الاجابة الصح، وبيسيب لك، خلي بالكم ان هو هنا بيسيب لكم وقت شوية تقرأ الاسئلة قبل ما يبدأ يتكلم، وكمان بيسيب لي بعد كل ثلاث اسئلة باوزة، باوزة يعني بريك، بيسيب لك كده شوية بعد كل كام سؤال عشان خاطر لو انا ما لحقتش اكتب او ما لحقتش افكر اقلب الورقة، فبيسيب لك وقت شوية تفكر او تقرأ. يعني ممكن في الباوزة دي انا اقرأ الاسئلة اللي هنا دي لو ما كنتش لحقت اقراها، بعلم بس على الإجابة الصح. وآخر سؤال خالص زي اللي فات comprehension، أو يعني أسئلة برضو بتكتبها من اللي انت سمعته، وبرضو مش هحسبك على spelling mistakes ولا على grammar mistakes. وهنا عندك بقى اتنين pause break بعد أول ثلاث أسئلة، وبعد التاني ثلاث أسئلة برضو في pause، تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لـ paper 1 اللي هي listening. في ناس شوية بتحس ان listening بالنسبة لها مشكلة، أصلا أنا بقى ما سمعتش من وانا صغير، احنا هنpractice كتير، والكيورد يا جماعة بتاعت الليسنينج والريدينج البوكاب، واحنا مينلي هنعتمد شغلنا على البوكاب، كل درس لازم نعرف البوكاب بتاعته، لان زي ما انتم شايفين دلوقتي لو انا مش عارف معاني كلمات مش هحل اي حاجة، انما لو انا عارف الكلمات انا مش محتاج حاجة غير ان انا بوكاب هنا، مش محتاج ان انا اعمل جمل ولا اي حاجة خالص، انا توتالي محتاج بوكاب. برضو بيبر 2 نفس الكلام اللي هنجلها دلوقتي. بيبر 2 انا بحسها او الولاد كلها بتشوفها من اسهل او الطف البيبرز، يعني مثلا بصوا كده في اول سؤال برضو صور، حد يعرف يجاوب الاولاني ده؟ زي زين ديز شيل، شفت لوحه مكتوب عليها الكلمه اللي في البوكس دي، حد عارف هيختار انهي واحده؟ دي. حد يجاوب اخر واحده؟ دي. انتوا معايا شباب ولا رحتوا فين؟ دي يا مش دي.
دي. انتوا سامعين يا جماعة ولا ايه الدنيا؟ ايه الصوت واضح؟ لا احنا سامعين وقاعدين بنجاوب. طب ممكن حد يرد لو هو سامع؟ احنا سامعين وبنجاوب. احنا سامعين وبنجاوب بس حضرتك مش سامعه. شميرال طب انتوا سامعيني كده؟ تمام كده سامعين. اوكي طيب اللي هو اوكي زي الفل. طب حد يعرف يجاوب لنا اول سؤال؟ دي. تمام اول سؤال الاجابه دي. هو هنا بيقول لنا دي زيهن دي زيشن. شفت لوحه مكتوب عليها اناناس؟ فاناناس طبعا اللي هي دي الاناناس. بعد كده ثاني سؤال مثلا دي تانسن جان. تمام طيب حد يعرف يجاوب الثانيه دي؟ تانسن دي ممكن تبقى ايه؟ ايه تانسن؟ هي دانسن. تانسن ممكن تبقى ايه؟ تانسن تمام. تانسن معناها دانس. تانسن معناها دانس. فهختار ايه؟ حتى هي قريبه من الانجليش. طب انا مش عارف تانسن دي بس تانسن دانس هتجيبها. إيه الساعه هالبتسفاي؟ هنتعلم طبعا الساعه هالبتسفاي دي. حد عارف يجاوبها؟ الناس اللي عارفه جيرمن. بي بي. حد فاكر ايه هالبتسفاي دي؟ بي بي. انا مش هالبتسفاي ايه؟ واحده ونص بس. هو احنا لما بنيجي نقول هالب بنزود واحد. هالب تسفاي اللي هي الساعة واحدة ونص. تمام بي. بعد كده انت مثلا في شلوس، هنعرف ان شلوس دي يعني كاسل فاختار بي. رقم خمسة الجودة المحتزة ينفعها ريباريرن. ريباريرن يعني ريبير، عايز يصلح العجلة. هيروح فين؟ حد يعرف يجاوب؟ سي يا مس. ايه اندي جغا. حد كتب لنا الاجابة اهو اللي هي عبد الرحمن. تمام سي، هصلح العجلة في الجراج. كله بنفس الطريقة دي. بعد كده يعني السؤال هنا ده أبسط كمان. هنا مثلا بت 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 الأسئلة الصور اللي عندكم دي أنت بتوصل كل صورة بالجملة بتاعتها. تمام بتوصل كل صورة بالجملة بتاعتها. يعني أول واحدة كاتارينا ترينكت أين تاس كافي. كاتارينا بتشرب تاس كافي، تطلع إيه بقى؟ حد عارف يجاوبها؟ يومنا قالت لنا سي، برافو بتشرب كافيه. طيب ساندرا تليفونيرت مت اينم فايند، حد يعرف يجاوبها؟ هو انا وفي مشكله ان انا مش سامعاكم، فلو تكتبوا في الشات الاجابه. تمام حد قال لنا الاجابه ايه؟ تليفونيرت يعني بتعمل تليفون. باول ليث اينه سايت شريفت. طيب حد يعرف دي؟ ثمانية. حد رقم 8 اهي شايفينها كده؟ باولا ليست اينه زايت شريفت. الاجابه صح؟ لا حد قال لنا دي. بصوا بقى دي اللي هي الكراسه، انما زايت شريفت يعني مجله، فالاجابه هتبقى بي. اكسل كوف اينه فار كارت. فار كارت اللي هي التيكت، فتبقى الاجابه برضو اي. وبعد كده باتريك ماخت زين هاوس اوف جابن. باتريك بيعمل الهوم وورك، فطبعا هختار دي. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان الدنيا بسيطه قوي، انت بتوصل الصوره بالجمله. فالاسئله هنا يعني حتى لو انت الجيرنال نسيته او بقالك شويه مش فاكره، هتلاقي ان انت فاكر شويه حاجات وعارف تجاوب. بعد كده بيبقى عندنا تكست صغير زي كده وبيطلب مني ان انا اختار الاجابه الصح. تمام من التكست ده. وخلي بالكم ان الاجابات موجوده بالترتيب،
بالترتيب. فلو انا عرفت اجاوب مثلا الاولانيه في الباراجراف 1 والاجابه الثالثه في باراجراف 3، فطبيعي ان الاجابه الثانيه تبقى في الحته دي، تمام؟ فحتى لو انا جاوبت 1 و 3 ومش عارف 2، هعرف اخمن مكانها فين، وده برضو من ابسط الاسئله، تمام. السؤال اللي بعد كده بقى بيبقى عندنا تكست وخمس جمل، كل جمله ناقصه كلمه. الكلمه دي بكملها من الكلمات اللي موجوده جوه البوكس، بس لازم الكلمات اللي جوه البوكس دي تديني نفس معنى التكست. فبرضو هنا انا معتمد على الفوكاب والمعاني اللي هي زي ما بنقول السينونيمز او المترادفات. يعني انا عارف مثلا ان كلمه كذا نفس معنى كلمه كذا، فهكتب نفس الكلمه. فلو انا عارف فوكاب ببساطه جدا هحل السؤال ده. بعد كده نيجي بقى نخش للجزء الثاني برضو كومبريهنشن، بس هنا الكومبريهنشن عليها اسئله. وبرضو زي ما قلت لكم الاسئله دي موجوده اجابتها بالترتيب، فانا لو اعرف احدد مكان كل سؤال. ومش مطلوب مني هنا ان انا اريفريز الجمله، ممكن اخد الجمله زي ما هي اكتبها بالظبط، هغير بس بقى بدل ما واحد بيتكلم عن نفسه هقول هو، بدل ما بقول مامتي هقول مامتها، تمام؟ بس ممكن عادي جدا اخد الجمله زي ما هي احطها كاجابه للسؤال. ممكن احط اجابه كامله وممكن اختصر الاجابه وتبقى اجابتي اجابه صغيره، ممكن الاجابه تبقى كلمه، عادي جدا. بعد كده نيجي بقى الجزء الاخراني، بيبقى عندنا تكست زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بيطلب مني ان انا اقول الجمله دي صح ولا غلط. لو الجمله صح بسيبها زي ما هي، ولو الجمله غلط بعلم على 9 اللي هي معناها نو، وبصحح الجمله دي تحتها، بصححها من دماغي، لا طبعا بصححها من التكست. بس خدتوا بالكم من حاجه هنا؟ بصوا هو عامل لنا ايه هنا؟ كاتب لنا ان احنا عندنا 2 Aussage sind richtig und 3 Aussage sind falsch. هو محدد لي ان انا عندي 2 غلط اتنين صح سوري وثلاثه غلط، هو محدد لي. فانا هبقى بجاوب على الاساس ده، هبقى بجاوب على الاساس اللي هو 2 صح وسوري 2 صح او 3 غلط، تمام؟ فانا هقرا التكست وبعد كده هبدا ان انا ادور على الاجابات موجوده فين، وزي ما قلنا ان الاجابات موجوده بالترتيب، اوكي؟ طيب نيجي بعد كده اخر سؤال خالص comprehension، برضو زي اللي فاتت، وهجاوبها الاجابات موجوده بالترتيب، موجوده في التكست ده، مش محتاج اريفريز الجمله، ممكن اكتب الجمله زي ما هي بالظبط لاني هشوفها واضحه جدا قدامي. ده بالنسبه لبيبر 2. حد عنده سؤال بيبر 1 او بيبر 2 قبل ما نخش في الجزء بتاع السبيكنج؟ في اسئله؟ في اسئله شباب؟ ما فيش اسئله. طيب تعالوا نشوف بقى السبيكنج ونشوف كمان الرايتنج. هنبدا دلوقتي بيبر 3 اللي هي السبيكنج. زي ما اتكلمنا من شويه في السبيكنج ان احنا اول جزء عندنا رول بلاي. احنا زي ما اتفقنا ان احنا بناخد رول بلاي كارد، تمام؟ بجهز الكارد ده ربع ساعه لوحدي، وبعد كده بخش الامتحان اجاوب اللي موجود فيه. الكارد بيفضل قدامي وقت الامتحان، طول الامتحان انا ببص في الكارد ده عادي جدا قدامي. تعالوا نشوف كده مطلوب مننا ايه او عباره عن ايه. اول ما باخد الكارد ده بشوف انا اللي هو الكانديدات انا بعمل دور ايه. فهنا حضرتك زي زلبست ان اينر بيكراي ان دويتشلاند، انت في بيكري في المانيا. طب والليير بقى اللي هو المدرس، الليير ده في الكايفر البياع اللي موجود في البيكراي اللي موجود في البيكري ده. فانا كده رايح، واحد رايح يشتري من البيكري والمدرس هو البياع للناس. وبيرجع يقول لنا برضو جمله كده، سي سند اينر بيكراي ان دويتشلاند، انت في بيكري في المانيا. اوند فولن اين بليكت سبوت، يعني عايز ساندويتش. اوند اين جترينك كاوف، وعايز تشتري درينك. دي سبريشن مدن في الكويفر وتتكلم مع البياع. يبقى انا عرفت الموقف كده انا مين والمدرس بيعمل دور ايه واحنا فين بالظبط. هتلاقوا عندكم 5 بوينت، كل بوينت من دول بثلاث درجات. عايزه اقول لكم هنا في الجزء ده مش مطلوب مني اجابه كامله، بجاوب على قد السؤال. يعني مثلا اول، وكلهم بقى لما تيجوا تبصوا في اي امتحان هتلاقيهم بنفس الشكل بنفس الترتيب. كل الامتحانات هيقول لك في الاول بغوس زيدن فير كويفر، حي البياع ده، قول له هاي. فانا هقول له جوتن تاج مثلا، هقول له هالو، تمام؟ قول له ان انت عايز ساندوتش وعايز درينك، هقول له انا عايز ساندوتش ودرينك. مثلا في رقم 3 قول له عايز تشرب ايه، هقول له كولا بليز. مثلا في رقم 5 اي
بدانكن اشكره فهقول له دانك شكرا تمام كله بنفس الطريقه دي هو بيقول لك اعمل ايه اسمع واختار انت عايز تاكل ايه اساله ممكن استخدم التواليت فكله بنفس الطريقه ايه وبي انا باخد الورقه دي اللي هي انا اوريدي هكون حالل زيها كتير جدا في البراكتس كلهم شكل بعض اختلافه كام بدل ما يسالني مثلا اساله بكام هيقول لك اساله عن الميعاد كلهم بنفس الشكل بجهزها ربع ساعه وبخش امتحن فيها والامتحان ده الورقه بتفضل قدامي طول الامتحان الجزء الثاني زي ما اتفقنا من شويه قلت لكم ان انا بجهز توبيك بكون حافظه بخش اسمع التوبيك اللي انا مذاكره وبعدين التيتشر بيسالني فيه والجزء الاخراني اللي هو في الامتحان ان انا الجنرال كويستشنز اللي هي تو توبكس من الخمسه اللي احنا هنكون طول السنه احنا متمرنين عليهم كويس جدا تمام طيب بعد كده الرايتنج انا عايزه اقول بقى حاجه مهمه قوي احنا السبيكنج زي ما قلت لكم احنا بنعمل عليه براكتس من بدري جدا ان احنا بنذاكر المنهج كله في شكل اسئله واجابات بعد كل يونت بخلصها بناخد الفوكاب بتاعها بندرس جرامر عشان نبقى عارفين نكتب انا ما عنديش سؤال جرامر اتسلف لوحده في الامتحان بس انا بتعلم الجرامر عشان اعرف اكتب جمله صح عشان ابقى فاهم الجمله دي جت ازاي عشان اعرف اتكلم جمل صح بس انا ما عنديش سؤال جرامر لوحدي تمام بعد ما نخلص كل يونت هنذاكر السبيكنج بتاعها اسئله واجابه على كل يونت يعني مثلا خلصنا الدرس بتاع العيله هعرف اقول لك مثلا عندك كام اخ واخت باباك ومامتك بيشتغلوا ايه عندك بيتس ولا لا في البيت بيتكم عامل ازاي فهتلاقي ان اسئله السبيكنج اللي انت اوريدي مذاكرها اسئله واجابه هيها اسئله الرايتنج فانت هتلاقي نفسك في الرايتنج مش بتذاكر اي حاجه جديده هتلاقي نفسك في الرايتنج بتسمع بالكتابه اللي انت اوريدي مذاكره في السبيكنج بتكتبه حتى يعني بيبر الرايتنج دي وقتها ساعه ما بلاقيش حد من الستودنتس ابدا زود مثلا عن 40 دقيقه كله بيبقى خلص وراجع وكل حاجه لانها كلها حاجات انت شايفها قبل كده فتعالوا نتعرف كده على الاسئله بصوا اول سؤال زي ما اتفقنا السؤال الاولاني صور هنا مثلا بيقول لنا دي بولن ميتاجز اسن كوخن انت عايز تطبخ الميتاجز اسن الغدا ومكتوب مننا ان احنا نعمل لسته من 8 حاجات على حاجات انا محتاجها في الغدا لو تاخدوا بالكم هنا عندنا صور اكل طب هو انا لازم اكتب الصور دي لا الصور دي بس بتساعدك انك انت تفكر بس مش لازم تلتزم بيها يعني لو انا مثلا هنا عندي فراوله بس انا مش عارف فراوله وعارف تفاح فهكتب ابل تفاح عادي جدا مطلوب مني في السؤال ده ان انا اعمل لسته من 8 حاجات لو انا عندي في الثمان حاجات دول خمسه صح باخد الدرجه كامله اللي هي الخمس درجات طب لو انتوا بتحلوا السؤال ده مين يعرف يجاوب مين عنده افكار كده ممكن اقول ايه في الاكل اي حاجه هتبقى صح في الاكل حد يعرف يجاوب يقول اي حاجه هيا شباب لو مش عارفين تعملوا unmute او كده ممكن تكتب يعني اكتب الإجابة في الشات ايه اكل موتا تمام اسلام قال لنا ميلش اللي هي ميلك وقال لنا ايا اللي هي البيت مينا قال لنا فوست سوسج برافو ايه تاني بوتر برافو يا يمنى حد عنده فكره تانية؟ فاسا ميه زي الفل ايه تاني حد عنده اي حاجه تانية عايز يفكر فيها فاكهه خضار حاجه لحمه بغوت بس تمام اللي هي العيش برافو ايه تاني هينشن يا مينا تشيكن بس يعني بتكتب سبيلنج مش مشكله فلايش اللحمه تمام جميوزة الخضار زي الفل كل الإجابات صح فأنا اللي بقولك أوبست فاكهة تمام كل الإجابات دي صح فاللي هو إن أنا مش لازم أبداً ألتزم بالصور أي حاجة هتكتبها أكل هي صح وبكتب الكلمة بس مش محتاج بقى أقعد أكتب دير وضف ودي ولا أي كلام من ده بكتب على طول فواست زي ما أنتوا كتبتوا ملش بغوت أوبست تمام باجي للسؤال اللي بعد كده دايما قلت لكم ان انا مش بكتب من دماغي وخلاص انا بيبقى عندي بوليت بوينتس بكتب عليها هنا مثلا بيقول لنا زي شايبن ان اينا ويب سايت ام اندري لويتا كانت سولان انت بتكتب على ويب سايت عشان تتعرف على شباب جديد فمطلوب منك تجاوب لي على الاربع اسئله دول هم اكشولي خمسه عشان لو تاخدوا بالكم النقطه الاخيره بيقول لي اون دفاغوم وليه فليدي بوينت لوحدها اول واحد مثلا
اسمك ايه؟ ليزي هايسن وليزي اوزي. اول درس هنتعلمه خالص بعد ما ناخد الحروف. اسمك ايه وشكلك عامل ازاي؟ كلنا دلوقتي نقدر نجاوب. لو انت يعني اقصد عارف دويتش، احنا كده كده ده بدايتنا. بعد كده فوزي فونن وند في اس دايس، عايش فين والحته اللي انت عايش فيها دي عامله ازاي. انا لسه قايلكم دلوقتي ان ده برضو من الدروس، ان انا بشرح المكان اللي انا عايش فيه. رقم 3 فيلش هوبيز اند انت غايسن زي هابن، ايه الهوبيز والانترست بتاعتك؟ تمام جدا. اخر واحده باسي ان ذا نيكست فيريان ماخن فيادن اند باوم، هتعمل ايه في الاجازه اللي جايه وليه؟ اللي انا بقى عايز اقوله هنا ان انت مش ملتزم باجابه معينه. يعني الاكزامينر ما ينفعش يقولك لا والله الراجل ده كتب اجابه مش عجباني. كل اللي هتقوله صح. لو انت قلت الاجازه اللي جايه والله انا هقعد في البيت مش هروح في حته عشان انا بحب اتفرج على التلفزيون، صح. لو قلت انا هسافر مع اصحابي عشان احنا بنحب ان نخرج مع بعض، صح. لو قلت الاجازه اللي جايه انا هشتغل وهاخد كورس، صح. الهوبيز بتاعتك اي حاجه هتقولها هي صح. عايش فين اي وصفه هيبقى صح. شكلك عامل ازاي اي حاجه هتقولها صح. فالفكره هنا ان انت اي حاجه هتكتبها هتبقى صح، تمام؟ مش بيحاسبك على حاجه معينه. وعايزه اقول برضو على حاجه، لو انت عندك بوينت معينه ما عرفتش تجاوبها، انت كده ما كتبتش اوف توبك بقى ولا طلعت بره، انت بتحاسب على كل بوينت لوحدها، فبتنقص درجه البوينت دي بس، تمام. نيجي لاخر سؤال عندنا خالص في الرايتنج، ما تخضوش طبعا من المنظر. هما الثلاثه انت بتختار منهم واحد، ثلاث اسئله بتختار منهم واحد تكتب عنه، بيبقى واحد لاتر، واحد ارتكل، وواحد بتحكي قصه. الفورم بتاعهم ما لهوش درجه لوحده بقى، ان انا يعني لو كتبت اللتر غلط هنقص درجه. هو حتى اللتر في الدويتش مش مطلوب منك بقى زي الانجليش تقعد تكتب انترودكشن وبادي كونكلوجن، لا خالص. انت اللي مطلوب منك ان انت بتجاوب على الاسئله اللي موجوده قدامك بس. مثلا هنا هقرا معاكم كده اول واحده، بيقولنا ليتست بوخه هابن سي مت ايهر فاميليا اين اوسفلوك ان دي باجه جيماخت، لاست ويك عملت مع عيلتك رحله للبرجه للجبال. شايفين زي اينن بريف، اكتب جواب لصاحبك اللي في المانيا. طب هتقوله ايه في الجواب؟ مش بيسيبك بقى انت منك لنفسك بقى تتخيل وتقول له اسئله، لا هو كاتب لك الاسئله اللي انت هتجاوبها. وبرده فكرت ان الاسئله دي هي اسئله السبيكنج اللي انت اوريدي مجهزها ومذاكرها اسئله واجابه. بشايفين زي واس سي مت ايهر فاميليا جيماخت هابن، عملت اوصف لنا عملت ايه مع عيلتك. وزي ما اتكلمنا ان اي حاجه هكتبها هتبقى صح، لعبنا كوره وركبنا عجله وشوينا ومشينا كتير وقعدنا نلعب كوتشينه مع بعض، اي حاجه هتكتبها صح. جانزي جان اندي بادا، بتحب تروح الجبال. فاغوم وفاغوم نشت، والله قلت انا بحب اروح الجبال عشان خاطر الجو بيبقى حلو، عشان خاطر بحب الادفنشر، عشان خاطر بحب اركب عجله هناك، صح. قلت لا والله انا ما بحبش اروح الجبال عشان بقعد في الكامب وانا مش بتبقى مريحه، عشان خاطر الجو بيبقى وحش، عشان خاطر بتعب. كل اللي هتقوله صح، اتس توتالي بتاعتك. فاغنزي ليبا مت ايه فاميليا ودم مت ايه فايندن فيك، بتحب تسافر مع عيلتك ولا مع اصحابك وليه؟ وبرده عايزه اقول لكم كل الاسئله دي احنا متمرنين عليها في السبيكنج. قلت بحب اسافر مع عيلتي عشان هما بيدفعوا كل حاجه، عشان خاطر هما بيقعدوا في هوتيلز حلوه، عشان خاطر انا بحبهم، عشان خاطر احنا بنعمل اكتيفيتيز. لا انا بحب اروح مع اصحابي عشان بننام متاخر، عشان بنحب نخرج كتير طول اليوم، عشان بنلعب مع بعض فولي، اي حاجه هتقولها صح. اخر بوينت زاجن زي فاز دي نيكست ووخه مت ايه فاميليا ماخن بير، هتعمل ايه الاسبوع الجاي مع عيلتي. اي كلام هقوله صح. هزور جدي وجدتي عشان بقالي كتير ما رحتلهمش وجدي تعبان. هنروح نعمل شوبينج عشان خاطر عيد ميلاد صاحبتي عايزه اشتري لها هديه. هنقعد في البيت عشان عندنا حاجات كتير في البيت هنعملها. اي كلام هيتقال هيبقى صح. زي ما انتم شايفين الاسئله مش محتاجه مني ان انا اقعد اجيب ايدياز مختلفه. طب انا مش عايزه اكتب ده، حابب اكتب مثلا في الثاني. احنا عندنا درس عن الاكل والشرب والهيلث والفيتنس، باكل ايه عشان ابقى هيلثي؟ باكل خضار وفاكهه، ما باكلش فاتس، مش بشرب كولا، بلعب رياضه، بشرب ميه كتير. فده درس هي اسئلته كده. هتلاقي هنا مثلا بيقول لها زي فازوخن فيت سو بيادن، انت بتحاول انك تبقى فيت. شايفين زي ان ارتكل كديشولا تسايتون، طب اكتب لنا بقى ارتكل، ارتكل للجريده بتاعت المدرسه، قول لنا فيه بتحاول. فاهم زي فازوخن فيت سو بيادن، ليه بتحاول تبقى فيت؟ ممكن اقول عشان شكلي يبقى حلو، عشان ابقى هيلثي، عشان خاطر صحتي تبقى كويسه، عشان خاطر اتعرف على ناس كتيره مثلا في الرياضه. اي كلام تكتبه هيبقى صح. بشايفين زي اينن تاج، اوصف لنا يوم
an dem sie viel Sport getrieben haben. انت لعبت فيه رياضه كتير. الجمعه اللي فاتت رحت مع اصحابي النادي، الاول لعبنا فولي بال، بعد كده رحنا سباحه، بعد السباحه لعبنا باسكت. بس بار بسوندر تشفيغش، ايه اللي كان صعب وليه؟ السباحه كانت صعبه عشان الجو كان برد ومطرت وانا كنت بردين وتعبت بعدها. اي حاجه هتقولها صح. Sagen Sie, welche neue sportlichen Aktivitäten Sie in der Zukunft machen werden? ففي المستقبل ايه الرياضه اللي عايز تعملها؟ انا في المستقبل عايز العب باسكتبول ووتر بولو عشان خاطر اصحابي بيلعبوها وانا بحبها وبتخليني فت وبتخليني عايزه اخش مثلا بطوله. زي ما قلت لكم انت بتجاوب على الاسئله اللي موجوده قدامك بس، وبتجاوبها باي اجابه هتبقى صح. والجزء الاخراني هو مش ولاد كتير بتفضله لانه بيبقى قصه. السؤال الاخراني ممكن ما تختاروش الا لو انت عندك بقى قصه في دماغك وعارف تالف قصص وكده. يعني هقرا معاكم برده واحنا هنتمرن على الثلاثه. An einem warmen Sommertag, في يوم صيف دافي, habe ich mit meinen Eltern im Garten gearbeitet. كنت بشتغل مع بابايا ومامتي في الجاردن. Als ich einen Baum bepflanzen wollte, وانا بزرع باوم شجره, sah ich etwas goldenes, شاف حاجه goldenes, gold. Es war ein wunderschöner Ring. كان رينج حلو قوي, wonderful. احكي لنا بقى, was, wie sie reagiert haben, als sie den Ring fanden. كان رياكشنك ايه لما لقيت الخاتم؟ Erzählen Sie, was Sie mit dem Ring gemacht haben. عملت ايه بالخاتم und warum وليه. وبعد كده was später passiert, ايه اللي حصل بعد كده. فايه اللي بيختار الاخراني ده؟ بيبقى بقى واحد عنده في دماغه ملكة ان هو يعمل يحكي قصة. مش بقى دي مش هتبقى related قوي للحاجات اللي احنا عارفينها في speaking الاسئلة والاجابة. بس لو انا عندي قصة اختار التالت. ما كانش انا عندي الاول والتاني اختار ما بينهم من الدرس اللي انا شايف ان انا هعرف اجاوب على اسئلته دي. وبكده احنا نكون خلصنا ال 4 papers بتوع الامتحان. تمام. طيب دلوقتي انا عايزه اسمع او اشوف لو حد عنده اسئله في اي حاجه في الامتحانات, في الامتحان نفسه, في الجيرمان او ليفل, في الجيرمان كلانجويج, في نظام الحصص عامله ازاي, الوقت. فممكن لو سمحتوا اللي عنده سؤال يتفضل. لو انتم مش عارفين, انا مش عارفه يعني, لو مش عارفين تتكلموا ممكن نكتب في الشات لو في اي اسئله. اسلام بيقولنا we do grammar during the course too. Of course يا اسلام, انا يومنا اللي بتقول, يومنا اللي بتسال. طبعا بنعمل جرامر, بنتعلم الجرامر في الكورس. شور احنا مش عندنا سؤال جرامر, بس انا بشرح لك كل ما هو جرامر ليك انت. الجراماتيك هي الجرامر. احنا بنعرف الجراماتيك ليك عشان خاطر وانت بتعمل رايتنج تبقى عارف الجمله دي جت ازاي. في ناس بتحفظ الجمله على طول كده زي ما هي, انا مش بحب كده. انا بحب ان انت تعرف تعمل جمله صح, تغيرها بطريقتك, تتكلم براحتك. فطبعا اوف كورس بنعمل جرامر, بس انا مش هتسال كسؤال جرامر لوحده, بس هتحاسب عليه جوه الرايتنج. فاكيد هنتعلم الجرامر. ايه تاني؟ حد ايه اسئله تاني؟ What is the best way to obtain good vocabs? يومنا احنا كل lesson ان شاء الله هنخلصه هيبقى عندنا الفوكاب مترجم بالانجلش وهنبقى بنقراه مع بعض في الحصه. كل lesson احنا النهارده مثلا يا يومنا عرفنا خدنا درس المدرسه السكول يعني, فهنعرف الفوكاب بتاعها كله, المواد السكول سابجكت, المباني اللي موجوده جوه المدرسه, وهنبدا نقسمها في المذاكره. تمام. وهنبدا برضو نذاكر جمل على كل كلمه. يعني انا النهارده عرفت ان انا النهارده انا عرفت مثلا ان انا اتكلم على المدرسه, فهتلاقي ان احنا بنكتب جمل بعرف المواد بتاعتي عامله ازاي, بشرح المدرسه فيها بيلدينجز عامله ازاي. فانا هاخد البوكاب يا يمنى وهدخلها في جمل, اوكي, في الرايتنج بتاعي. فبالطريقه دي هتعرفي تذاكريها لوحدها وهتعرفي تحطيها في جمل ازاي. احنا كل درس هناخد البوكاب بتاعه سيبريت على حسب الدرس بتاعه. اسلام بيقول لنا حضرتك قلتي ان مش بتحاسب على السبيلنج في القراءه والسماع, بتحاسب في الشرايبنج بس, مش بتحاسب على السبيلنج في الريدنج والليسننج يا اسلام لو الساوند بتاع الكلمه صح. زي ما بقول لكم كلمه موتر مثلا, يعني احنا موتر احنا بنكتبها كده, موتر اللي هي معناها مادر, كتبها لكم اهي في الشات. انا بقى مثلا مش عارف او مش فاكر فكتبتها كده, هتحسب لي صح لان هو نفس الساوند بتاعها. انما في الرايتنج لا, في الرايتنج اكيد هتحاسب عليها بجزء من الدرجه. يعني عايزه اقول لكم ان انا في الرايتنج
الجزء الاولاني اللي شفناه اللي هو كان 80 كلمه ده الصغير الرايتنج الاولاني، انا عندي 10 على الكوميونيكيشن ان انا جبت فوكاب كتبت جاوبت اجابات على كل بوينت ما سبتش بوينت ما جاوبتهاش، وخمسه على اللانجوج اللي هي الجرامر، جزء من الخمسه دي على السبيلنج بتاعي او كده تمام، فمش الدرجه كلها عليها، فلو الكلمه واحده ولا حاجه بسيطه هتحاسب عليها بجزء صغير على الجرامر او السبيلنج بتاعها. حد تاني عنده سؤال؟ مش حضرتك سامعاني؟ عايزين تسألوا في اي حاجه في البيبرز في المنهج نفسه في اي حاجه. مش حضرتك سامعاني؟ الامتحانات بتتكرر وبيجي منها ولا لا؟ الامتحانات الشكل هو نفس الشكل اللي شفتوه ده اللي هتمتحنوه، الفوكاب بيتكرر جدا، الفوكاب بيتكرر جدا تمام، كلهم يجي هتلاقي نفسك ان انت في اسئله هتلاقي نفسك اتلخبطت اللي انت ايه ده، هو انا ما حليتش الامتحان ده قبل كده، اللي انا حليته معاكم من شويه السبيكنج اللي احنا قريناه روت ليه ده، احنا هتلاقي بعد ثلاث اربع حصص احنا مش لاقيين حاجه جديده نحلها لان هم كلهم اتكرروا، فهتلاقينا بندور على الحاجات اللي احنا ما عملناش السيتويشن ده قبل كده. الامتحانات بتتكرر كتير جدا، واللي انا زي ما قلت لكم ان الفوكاب بتاع المنهج هو اللي بيجي منه كل الامتحانات، فمش هتلاقي امتحان في فوكاب انت ما درستوش، وبيجي طبعا من فاست بيبرز كتير جدا. كامبريدج ولا ايدكسل؟ ما احنا نوفمبر كامبريدج ما فيهاش بقى ايدكسل في نوفمبر. كامبريدج ولا ايدكسل في العموم؟ لا كامبريدج، لان في كذا ميزه. ايدكسل عمل ابديت من سنتين، في الابديت ده حط سؤال جرامر، كامبريدج ما عندوش، فانا مش مضطر ان انا ابقى شايل هم ان انا احل الجرامر لوحده تمام. بلس ان برضو الريدنج بتاع ايدكسل ما فيش كل الاجابات اكسبتد زي ما احنا قلنا، يعني في كامبريدج لو جيتوا فتحتوا كده بيبر 2 ريدنج دي مارك سكيم بتاعها هتلاقي بيقول لك كذا وكذا وكذا اكسبتد، كذا وكذا وكذا توليريتد، ايدكسل مش كده. في الريدنج شويه بيبقى عايز الاجابه معينه تتكتب وبيطلب منك انك تريفريز الجمله ما تكتبهاش زي ما هي من التكست كده، فانا بفضل كامبريدج. بلس كمان ان كامبريدج درجاته واضحه والكيرف بتاعه تقريبا اولموست ثابت، الدنيا ما بتبقاش مختلفه قوي، وغير كده احنا عندنا باست بيبرز كتير جدا نتمرن عليها لان المنهج ما اتغيرش، فعندنا كل حاجه موجوده يعني. برضو ايدكسل الريدنج والرايتنج بيبر مع بعض، الريدنج والرايتنج بيبر مع بعض، الليسننج بيبر لوحدها والسبيكنج لوحدها، بس في ايدكسل الامتحانات تقريبا كلها في نفس اليوم، يعني بتمتحن الليسننج والريدنج والرايتنج في نفس اليوم تمام. ف يعني حتى هتلاقي معظم التيتشرز ما حدش بيشتغل ايدكسل قوي، يعني المنهج في الاثنين مختلف، المنهج واحد، المنهج الاثنين نفس المنهج اولموست نفس المنهج، شكل الامتحان مختلف. بنمشي من كتاب بتاع كامبريدج ولا من منشن زي جوتا؟ لا طبعا بنمشي من كتاب كامبريدج، كامبريدج نازله الكتاب ده سيرتيفايد باي كامبريدج، بلس بقى النوتس اللي انا عاملاها فيها اسئله السبيكنج اللي هنذاكرها، فيها الفوكاب متقسم بشكل معين. منشن بتاع جوتا لا طبعا هو نفس الاسلام، هي نفس الليفل بتاع زي ما قلنا الاتس باي بدايه البي اينز، بس هو مش هنمشي من كتاب منشن طبعا، هنمشي على الستاندرد بتاع كامبريدج، الكتاب بتاع كامبريدج. تقسيم الحصص ازاي؟ احنا ان شاء الله في نوفمبر بنعمل ثلاث حصص في الاسبوع اوكي. بنعمل ايه في الحصه؟ وبرده وقت الامتحان ممكن يزيد، يعني قبل الامتحان لو احتاجنا حصص زياده هنزود طبعا براكتس زياده. السبيكنج هيتعمل وقت سيبريت عن الحصص، احنا هناخد حصصنا عادي وبراكتس السبيكنج هيبقى 1 تو 1، كل واحد بيخش ميتنج في الوقت اللي يعني يبقى مناسب ليك بتخش تعمل سبيكنج لوحدك. بناخد الفوكاب بتاع الدرس بنعمل عليه جمل مع بعض، بنقعد في الحصه نعمل اسئله والاجابات بتاعتها، بنحل عليه في الحصه، وبعد كل حصه هيبقى عندك جزء رايتنج على اللي احنا عملناه. مثلا النهارده اتعرفنا ازاي اعرف عيلتي، فهتلاقينا بنعمل رايتنج عليها صغير في البيت، بتبعت لي الهوم ورك ده بصححه قبل الحصه اللي بعدها. بدايه كل حصه فيها ريفيجن على اللي فات، ممكن نعمل ريفيجن دي سبيكنج، فلان جاوب السؤال ده، ملك جاوب لنا السؤال ده تمام. الفوكاب نفس الكلام، بنحفظ وبنسمع بعد كل حصه الفوكاب بتاعنا. احنا التوتالي الفوكاب بالنسبه لنا مهم جدا. الجريدنج سيستم ليترز ولا 1 تو 9 زي ما انت حابب، هي المنهج مش هيختلف، بس اي بريفير 1 تو 9 لان ال8 وال9 اكسبتد ات اي ستار، ال8 وال9 اي ستار، فطبعا اي بريفير ان انا ادي لك فرصه ان انت تجيب اي ستار اكتر من اللي هو الاي ستار تو جي تمام. ممكن شرح الجريدنج سيستم ما فيش مشكله، اسال براحتك خالص يا اسلام. والنجاح من كام اسلام؟ احنا ما بندورش على النجاح احنا بندور على الاي ستار والايه ان شاء الله، يعني مينيمم ما بندورش ان احنا نجيب سي وخلاص. بص شرح الجريدنج سيستم عامل ازاي، هو في سيستم اللي هو الاي ستار تو جي
أعلى حاجة إستار والنجاح من سي تمام. وده بيبقى فيه في لو تشوفوا برضو خشوا على الجريد ثريشولد موجودة أو الباوندريز بتلاقوا كل حاجة من كام. بس الفكرة إن الإستار في السيستم بتاع من 1 to 9 الـ 8 والـ 9 count as إستار. فالسنة اللي فاتت مثلا نوفمبر اللي فات ده كانت الـ 8 من 162 من 200 162 من 200 وبتجيب 8 اللي هي إستار تمام. نيجي بقى للجزء بتاع الإستار تو جي كان الإستار من 167 تمام من 200. فأنا كده في خمس درجات لو أنا كنت سجلت السيستم بتاع من 9 to 1 وكنت جبت 8 كنت جبت إستار أقل من خمس درجات من السيستم الثاني فاهم. النجاح من كام تقريبا 50% يعني النجاح تقريبا من 50% من الدرجة depends on school ولا Cambridge or EdExcel. إيه هو اللي depends على السكول السيستم؟ لا السيستم السيستم كامبريدج فيه كذا تو سيستم وايدكسل انت بتختار. بس هو معظم المدارس يعني كل المدارس سجلت السيشن اللي فاتت دي من 9 تو 1. هنحضر الايفيدنس ازاي؟ هو هوبفلي ان شاء الله ما يبقاش فيه موضوع ايفيدنس ده السيشن دي يعني اي ثينك هيبقى امتحانات. هو طبعا لسه كامبريدج ما وضحتش هيبقى ايفيدنس ولا هيبقى امتحانات. الدنيا لسه هما سو فار نزلوا جدول نوفمبر خلاص وقال لك ان احنا امتحانات هتبقى عامله ازاي مش عارفين. بس ايفن ان احنا لسه مش متاكدين احنا من داي 1 هنشتغل على التو ويز هنشتغل ان هو ايفيدنس. فاحنا انا عارفه ان انتوا اتعذبتوا بصراحه السيشن اللي فاتت وكان شورت نوتس شويه لبعض الناس ان انا ابدا اجمع ايفيدنس في شهر ولا في شهر ونص وخد منكم وقت كتير ومدرسين عملوا مجهود كبير معاكم طبعا. بس احنا عشان نتفادى الحته دي احنا من دي 1 هنجهز الايفيدنس دي. فكل مره هيبقى عندك جزء بتحله هنحل من كراسه حاجات رايتنج معموله هنحل من زي كلاسيفايد اسئله لوحدها هنحل اسئله جرامر هنحل اجزاء كويزز موجوده عندك هتتبعت لك وهتعملها تمام. فلو ايفيدنس هنبقى عاملين ايفيدنس من اول يوم هنعمل ايفيدنس بتاعنا بحيث ان هم يكونوا والله في شهر 10 قالوا يا جماعه احنا ما فيش امتحانات احنا مكملين ايفيدنس زي الفل حاجاتنا مليانه وهصحح لكم هتبعتي الحاجة سكان ده هصححها وابعتها لك برضو سكان الحاجة دي تبقى معاك. ولو امتحان احنا هنتمرن على الامتحان من day one. الامتحان امتى؟ هو انا مش متأكدة لسه قوي من الامتحان ما يعني قاعدين تشيك التواريخ بس I think 14 اكتوبر هو في يعني الامتحانات بتبقى معظمها في اكتوبر مش بتلاقوا في نوفمبر قوي بس هو في يعني around نص اكتوبر مش فاكرة بالظبط كان ايام ايه. ايه اسئلة تاني؟ اونلاين الامتحان ايه هو الاونلاين الحصص ولا الامتحان ولا ايه قصدكوا على ايه اونلاين؟ اللي هو الامتحان مش عارفين لسه انا بس مش عارفه اللي بيكتب داخل باسم جالاكسي ايه 51 فانا داخل بالاسم ده الامتحان ما تحددش لسه كامبريدج ما قالتش اي تصريح. هما تقريبا كل اسبوع بينزلوا تصريح دلوقتي. اهلا يا يوسف. يوسف اه طبعا ازيك يا يوسف عامل ايه اكيد فاكرك. يا يوسف كامبريدج كل اسبوع تقريبا بينزلوا تصريح بيقول لك ايه هما دلوقتي مهتمين قوي بان هما بيلموا الايفيدنس من الناس وبيشوفوا النتيجه تطلع امتى ولو عندك مشكله تعمل ايه. بس هما ما قالوش خالص الامتحانات عامله ازاي. بس سو فار هما نزلوا جدول الامتحانات بتاع نوفمبر والجدول خشوا اونلاين هتلاقوا الجدول موجود يعني دلوقتي. بس هل هتبقى امتحانات بقى ايفيدنس اونلاين مش اونلاين لسه ما حدش عنده اي فكره. بس اي بيليف ان هو هيبقى امتحان مش هيبقى ايفيدنس تاني. اي دو بيليف ان هو هيبقى امتحان ان شاء الله. حد عنده اسئله تانية؟ فيل فري يا جماعه انتوا تسالوا في اي حاجه انا معاكم. ما فيش اي اسئله؟ اوكي الريفرنس هو كاتب كامبريدج بس صح؟ مش فاهمه الريفرنس ايه يا ياسين قصدك على ايه؟ على يا اسلام سوري. قصدك على الكتب يعني؟ بص هقول لك حاجه يا اسلام انت يعني لما تيجي تشتغل في كتب في ناس تشتغل من كتب كتير بس انت برضو الكتاب كامبريدج اللي انا عايزه اقوله ان انت الويب سايت بتاع سي اي اي بتاع كامبريدج هم بينزلوا كل سنه او كل ما السلبس يتغير هم بينزلوا
كتاب بريفيرد باي كامبريدج، هم بيقولوا ان ده اندورسد باي كامبريدج، حتى الكتاب نفسه هتلاقي مكتوب عليه اندورسد باي كامبريدج. فاي اسمه اي دي سي اس اي جيرمان كامبريدج، هو ده الكتاب الوحيد اللي هم منزلينه. تمام، عشان هتلاقي فيه اسئله شكل الامتحان براكتس على طريقه الامتحان، وبيبقى معايا جرامر بوكلت كده مع نفس الكتاب برضو بتمرن عليها. بس هو الفكره ان احنا يعني انت مش هتلاقي فيه مثلا مش هتلاقي فيه مثلا حاجات السبيكنج اسئله والاجابات دي بتبقى بقى احنا بنجهزها لنفسنا، او احنا بنجهزها المدرس بيجهزها لك كمساعده يعني. فهتلاقي في النوتس ان شاء الله هتلاقي الجزء بتاع الاسئله بتاعت السبيكنج دي موجوده، هتلاقي ان الفوكاب هو بيحط لك مثلا الفوكاب مع بعض سكشن كده جزء على بعضه، هتلاقي ان انا مقسمهم لك على الدروس. تمام، فده موجود في النوتس بقى، هتلاقوا الدروس متقسمه، هتلاقوا اسئله السبيكنج، هتلاقوا براكتس الامتحان، اسئله الكتاب. الكتاب معايا بس يعني مش بي دي اف لسه، ممكن هنشوف اذا كنت يعني هجيب سوفت كوبي. وقت الكورس ان شاء الله يومنا هيبقى معايا كل حاجه موجوده ان شاء الله، يعني هنظبط كل حاجه، هنشتغل من النوتس ولا الكتاب بوث الاثنين، يعني هناخد اجزاء من الكتاب وهناخد اجزاء من النوتس. ودون هوري خالص، الوقت يبقى مور ذان انف. احنا بنخلص لو بدانا ان شاء الله ويلنج ان احنا نبدا اول جولاي، في شهر بداية 9 هيبقى احنا مخلصين كل حاجة وبنراجع بالكتير يعني، وهيبقى عندكم الكتاب والنوتس وكل حاجة. ايه تاني اسئلة؟ كم حصة في الاسبوع؟ 3 حصص في الاسبوع، عشان طبعا الوقت قليل، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نجمع، عشان انا بحب ان احنا نراجع كتير، بحب ان احنا نخلص المنهج بدري وناخد بقى براحتنا براكتس ومراجعه. فاحنا 3 حصص في الاسبوع، والسبيكنج مش من ضمن ال3 حصص. السبيكنج يعني كل واحد بيخش انديفيديوال ميتنج بيعمل سبيكنج لوحده. ايه اسئله تاني؟ مفيش اسئله تانيه؟ طيب تمام يا جماعه، انا مبسوطه ان انا عملت الميتنج، متشكره جدا. بصوا الناس بقى لو عايز تسال عن الكورس والكلام ده كله مع مستر حسن موجود بقى، انتوا تقدروا تسالوه في التفاصيل دي كلها، الحاجز والكلام ده. بس هو كان فيه في اللينك اللي انتوا دخلتوا منه كان فيه ارقام للاستفسار وكده، ارقام التليفون تقدروا تتصلوا عليها. حد عنده استفسار بخصوص الماده تاني؟ طيب حد بيسال؟ مستر حسن حاطط لكم ارقام التليفونات اللي تقدروا تتصلوا عليها عشان تسالوا عن اي حاجه بخصوص الكورس او كده او المواعيد والكلام ده. طيب انا مبسوطه ان احنا يعني عملنا الميتنج ده، وان شاء الله تبقى ماده جميله معاكم. حد عنده اي استفسار تاني؟ ميرسي يا يمنى ليكي، ميرسي يا جميل. اوكي يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي.